استأذنك يا كابتن، احنا معانا لعيبك المحترف في بولندا عبد الرحمن حميد عبر الهاتف. ازيك عبد الرحمن؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الدنيا برد عندك ولا الدنيا لطيفه؟ برد جدا طبعا. انت رايح في اسقع حته عبد الرحمن. والله نصيب. كابتن محي بيسلم عليك. سلم لي عليه جدا. حميد ازيك عامل ايه؟ قول له اخبار فيتامين. تمام الحمد لله. اخبار ايه؟ فيتامين دي. طب هو بيقول لك اخبار فيتامين ده لايه؟ موجود، مفيش شمس هنا بقى. احنا بنهنيك طبعا يا عبد الرحمن على مستواك الرائع اللي انت عامله الحقيقه مع فريقك الجديد، وبنتمنى لك كل التوفيق. وكلمني عن يعني رحلتك هناك، اخبارك ايه؟ ماتشاتك، السوشيال ميديا بتتكلم عنك ازاي؟ وكالات الاعلام عندك بتتكلم ازاي يا عبد الرحمن؟ طبعا بشكر حضرتك الاول كابتن هيثم يعني، وبرحب بكابتن محي. لا وطبعا الموضوع في الاول كان صعب عليا جدا لاسباب كتير بقى، مثلا الجو زي ما حضرتك قلت، وناس جديده ولغه جديده وكده. بس فاول فتره انا كده النهارده هو بقى لي شهر واسبوع، فاول فتره دي كانت صعبه عليا تقريبا اول 3 اسابيع بالذات يعني. بس واحده واحده الدنيا الحمد لله بتتظبط يعني. طب قولي اول ما جالك العرض وبتاع وعرضته على كابتن محي بقى، قول لي الكواليس قال لك ايه؟ بتضحك وكابتن محي بيضحك. لا هو كابتن محي وكابتن طارق وكابتن ياسر رملي يعني ما حدش فيهم وقف، بمعنى يعني ان ما حدش فيهم وقف في طريقك في موضوع الاحتراف. وهم كانوا على طول دايما بيقولوا لي ان هم يعني دايما عايزين نحترف، بس بيبقوا مستنيين الوقت المناسب والفرقه المناسبه. بس طبعا رحبوا بالفكره جدا يعني، و يعني كان الكلام كله في اتجاه الايجابي، وان هم هيحاولوا يودوني فتره حلوه وست شهور بس وارجع النادي يعني. نادي الاهلي وحشك عبد الرحمن؟ والله يعني وحشك دخلة النادي والقعده في صاله الامير عبد الله الفيصل، وحشتك الدنيا دي؟ والله وحشتني طبعا. طب وعامل ايه هناك برضه في موضوع الاكل؟ خلي بالك احنا كمصريين بنطلع اوروبا بنتعب جامد قوي في الاكل. والله ده دي اصعب حاجه. واللغه تمام؟ يعني طبعا. واللغه تمام هناك؟ لا دي تاني اصعب حاجه. ربنا معاك عبد الرحمن حميد طبعا من بولندا، بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق طبعا، نجم حراسه النادي الاهلي المحترف في بولندا، بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق.